حد يسألني يقول ايش تعليقك على توقيع سعيد المولد؟ ما في تعليق خاص، رجع الاهلي ومشى اللي في راسه بالقانون، يعني مو بالمشى اللي في راسه تحدي وعناد، لا خلص وجاء ووقع مع الاهلي، يعني طلع في الاخير هو اللي صح. والجميع كان ما كان على صواب. سعيد المولد اهلاوي بالقانون.